السلام عليكم أخي حمادة، كيف انتي؟ لاباس عليك مزيان، كنتمنى تكون بصحة جيدة. أول حاجة مبروك عليك، والله يكمل عليك بألف خير يا ربي، وعقبة للناس كاملين، أي واحد عنده نية طيبة وأي واحد باغي يتجمع مع نصفه الثاني في الحلال الله ييسر له يا ربي، الله ييسر للجميع. وشكرا ليك بزاف على المجهود ديالك وعلى وقتك اللي كتقرا القصص ديال الناس وكتحاول تحكيهم، يعني تبارك الله كتحكيهم بواحد الطريقه اللي عندها واحد الوقع على النفس. انا بعدا بعض القصص ديال المتتبعين ديالك سمعت القصه وعاودت لدرجه انني كنكون عناي نحفظ ديك القصة، يعني لو عاودها صاحب أو صاحبة القصة بالصوت ديالو ما كنظنش أنه غادي يكون عنده وعدك واحد التأثير. فشكرا لك بزاف، وشكرا للمتتبعين ديالك كاملين، متتبعين أوفياء ومتتبعين يعني من خلال التعليقات ديالهم كيبينوا الحب ديالهم للقناة، قناة راوي ستوريز، وهي من أحسن القنوات صراحة. الله أنا متبعها من شحال هادي، ودائما كنقول كنتمنى لو حتى أنا شي نهار نعاود القصة ديالي، ولكن دائما كنت كنرجع واحد الخلفة اللور، دائما كنقول مين غادي بدأ، مين غادي نعاود القصة ديالي، مين غنبدا، دائما عندي ديك السؤال ديال مين غنبدا. وسبحان الله هاد الايام كلها وانا كنقول مصبلة ولقى الرقم ديال الواتساب ديالك نحكي لك فيه، سبحان الله قلتها موراها ب 48 ساعه حطيتي رقمك، عجبني الحال بزاف، وظنيت ان جا الوقت اللي غادي نعاود القصه ديالي. شكرا لك بزاف، عطيتي واحد الوقت كبير باش قريتي هادشي اللي كتبت. كنتمنى من الناس اللي غادي يسمعوا القصة ديالي يتيقوا فيها، لأنني يومين وأنا كنكتب فيها، فاليوم الأول ملي بغيت نكتبها جاني واحد الصداع في راسي اللي بقى فيها 48 ساعة، يعني حتى هاد اللحظة هادي عاد ما بقاش لي الحرق في راسي، ونسيت واحد الجزء كبير، كأن جا شي حد وانتم كتعرفوا كأن جا شي حد ومسح لي ديك الجزء من راسي. لكن كنحاول نثبت وكنحاول نعقل الاحداث، وسمحوا لي بزاف لان عاودت كل شيء في الاول، من بعد عاد بديت كنعقل شويه على لي ديتاي، وكنحاول نعمل اون ليزون، واحد ليزون ما بين الجزء الاول والجزء الثاني، يعني انا عاودت قصه كلها في الجزء الاول لكن إلي بيان ديتايي في الجزء الثاني. وشكرا بزاف اللي غادي يسمعوا القصه ديالي، وشكرا بزاف الاخ حماده، والله ييسر لك والله يكمل عليك بالخير مره اخرى، وشكرا. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم حماده القرشي، وانتم الان على قناه الراوي ستوريز على اليوتيوب. والحلقه ديال اليوم من قصص المتابعين، اللي هي القصص ديالكم انتم، وانا كنبارطاجيها معكم وكنشاركها مع المستمعين الكرام. واليوم عندنا واحد القصه ديال واحد الاخت، ويلا بلا ما نطول عليكم، ديروا باستزامات الاستماع كيف العاده، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وخلونا ندخلوا في القصه. وكتقول صاحبه القصه: السلام عليكم خويا حمادة، كنتمنى تكون بخير وبصحة مزيانة، ومبروك عليك أخي، والله يدوم عليك الفرحة انت والزوجة ديالك. سبحان الله هاد اليومين تحمست بزاف باش نكتب ليك، لكن بقيت متردة، بغيت الرقم ديال الواتساب ديالك، لأنني كنت كنقول يمكن يكون عندك الفيسبوك عامر بالناس واللي كيصيفطوا لك القصص ديالهم. وسبحان الله فقت هاد الصباح ولقيتك منزل القصة ديال واحد الأخت، وكنتي حطيتي الرقم ديال الواتس ديالك. ممكن تكون انها طويلة بعض الشيء، ولكن في نفس الوقت بغيت الكل يسمع لي ويدعي معايا. غادي نسمي راسي ياقوت، حيت هاد الاسم كيعجبني بزاف. السن ديالي حاليا 30 سنة، وغادي نرجع بكم اللور بالضبط من هنايا 25 سنة من قبل.
يعني كانت عندي 5 سنوات. كنا عايشين عائلة في بيت جدي، يعني الجد والجدة، الأب والأم ديالي، وأنا وعمامي زوج وعمتي. وكانت كتجي عندنا المساعدة اللي كتعاون في الأعمال ديال البيت، لكن هاد المساعدة كانت كتضرب الكاردة، وفين ما كانت كتجي كيبقاو في الدار يقولوا لي شكون هادي. كنقول لهم قلبي تخمامي، وكيبقاو كيضحكوا لأنها في الضرب ديال الكاردة كانت كتقولها قلبي هتخمامي وها باش غادي آتيني الله. المهم أنا كنت كنغفلها ونهز لي هذيك الكاردة، وهي كتبقى تقول لي أراها غادي تجيك عيشة وتضربك، وأنا كنبقى نسقسيها شكون هي عيشة وفوقاش غادي تجي، أنا بغيتها تجي تلعب معايا، حيت كان كيصحاب لي بأن عيشة صغيرة في السن، وبما أنني كنت الحفيدة الوحيدة والمفشة وأي حاجة كنت كنطلبها كانت كتحضر. دازت الأيام وكبرت، وماما ولدت خويا وكنت كنحماق عليه، وجدي دار له أحسن سبوح، وماما كانت غزالة زيانت وكأنها عودة العرس، وأنا غير كنت فاتحة فمي وكنضحك وكنشوف في الناس اللي كانوا. أنا عندي حتى زوجة جدي وعمتي الأخرى، يعني بنتها كنت عندهم عزيزة عليهم بزاف، حيت كنت كننقل الأخبار وداكشي اللي كيوقع في الدار، وكنمشي نقولها لهم والعكس. أنا ما كنتش كنعرف أن جداتي كتعمل أعمال سحر عند المشعوذين، يعني كانت دائما في الصراعات هي وشركتها، وأي حاجة كانت كتعطيها لي وحدة فيهم كنت كنديها الأخرى، ولكن كنت كنقيس فيها أنا الأولى. غادي نعود لكم شوية على جداتي. هي البنت الوحيدة اللي عاشت لأمها من بعد عدة طقوس سليمة مع العالم الجن، لأنهم كانوا كيقتلوا الخوت ديالها، والسبب هو كانوا باغين الأم الجدة ديالي تخدم معهم. هي كانت كترفض، وبالضبط كان الحال ديالها كناوي، يعني كانوا عاطينها تشوف الوضع. الجدة ديالي بحال إلا قلت لكم متتبعة لعالم السحر باش يبقى معها جدي، ولكن ما تاخد غير اللي مكتب لك الله، وأي حاجة كانت كتبغيها كانت كتمشي عند الفقيه، لدرجة أن عمي خرجوا يومين ما جاء، ومشات لعند الفقيه. ملي رجعت للدار لقات عمي رجع، وطبعا أنا عايشة من وسط هاد الزحام والمشاكل ما بين العائلة والمرأة والراجل اللي كنت كنشوفهم أنا بوحدي. أنا من صغري وأنا كنشوف، لكن حتى شي واحد ما كان كيتيق بيا، وأحلامي من صغري وأنا كنشوف راسي كنصرع الجن، ولكن ما كنت كنقولها لتا شي واحد لأنني كنت صغيرة. دازت الأيام والسنين وكبرت وبديت كنفهم، وفي سن 18 سنة بداو كيتعجبوا بيا الولاد، لكن كانوا كيخافوا يتقربوا مني، كيقولوا لي فيك واحد الهيبة غريبة. أنا كنت كنبقى نقول شنو كيخربقوا هادو عليا، وكان اللون الوحيد في الملابس ديالي هي الكحل. كبرت ونجحت في الدراسة ديالي، غيرت المدرسة وبقى نفس الشيء، الهيبة من عند الأصدقاء ديالي. بديت كنسمع أن الهيبة اللي عندي ما كيناش في الرجال، يعني أي واحد نوقف حداه ونهضر معاه خصو يهبط عينه، ما يمكنش نهضر مع شي واحد ويبقى كيشوف لي في عيني. وفي سنة 2011 بالضبط تعرفت على واحد السيد اللي كان كبير مني، تقريبا كان كبر مني 9 سنوات، نقولوا بغاني من أول لقاء، وداك الحب الأفلاطوني دوزنا أنا وياه 3 سنوات، ثم جا خطبني. لكن المشكل اللي كان هو أن عمتي اللي كانت باقة متزوجات، عمتي اللي كانت جداتي فين ما كتسمع شي فقيها كتديها لعندو وتقوله بأن زوجة جدي هي السبب التقاف ديالها. لكن هنا فين غادي تبدأ عندي حياة أخرى، حياة مع عالم الآخر، الياقوت، من الحفيدة الأولى المفشة إلى زائرة الأضرحة وضايعة في عالم الجن، والفقيه اللي كيعطيها السلام فاش كيشوفها. فهاد الأيام قبل الخطبة بشهرين تقريبا كان دخل عندي واحد الولد في الفيسبوك، واللي فاش شفته خاطري هرب منه، أو بمعنى أصح محملتوش. وفي نفس الوقت دخل علي راقي روحاني مغربي سوسي. أنا فاش قريت هاد الاسم جاني غريب عليا، بقيت كنقول هذا ماله، وكنضحك. هدروا معايا جوج روحانيين والولد اللي ما كنتش حامله والولد اللي ما كنتش حاملاه، خليونا نسميوه الشيطان حيت هذا هو الاسم اللي يجي معاه. هدر معايا الشيطان وبين على الإعجاب ديالو بيا، لكن أنا ما عطيتوش وقت وكملت الهدرة مع الروحاني الرجل العجوز،
واللي كان كيعطيني الديتاي ديال حياتي وانا غير مدهشره وكنقرا. كنت كنقرا شنو اللي كيقول، وكنت كنسميه بعمي نظرا لكبار سنه. واحد النهار هو يقول لي بان وقت خطبتي ما بقالهاش بزاف، لكن من الاحسن بلاش، لان شحال ما بقيتي مع داك الشخص غادي يجي النهار وكلشي غادي يسالي، وان الخير عندي مع شخص اخر. انا هادشي ما تخليش لراسي، حيت كنت فرحانه وكنبغي داك السيد، ولكن في نفس الوقت كان عندي هذاك الفضول نعرف شكون هذا اللي عندي معه الخير. وطبعا من بعد الرغيب والمزاوقه قال لي بغى نبعث له الصوره ديالي على اساس انه يعمل لي استخاره، وهنايا قال لي الاسم الثلاثي ديال هذاك الشيطان اللي انا ما كنتش حاملاته. بقيت مستعجبه ومصدومه وقلت ليه انا هذاك السيد ما حملتوش من النهار الاول. قال لي هذيك امورك بنتي وانت يا ادرى بها، انا قلت لك غير اللي ينفعك. ومن بعد شهرين شخطبني السيد اللي حبيته من قلبي، فرحت ووجدت وما خليت ما درت. لكن من بعد الخطبه بشهر كرهته وكرهني بدون سبب. فجأة قلت لهم في الدار اني ما بقيتش باغياته، وحتى هو قال لي نفس الشيء. لكن من موراها مرضت بزاف والحاله ديالي تغيرت، حتى اللون ديال البشره ديالي تبدل ورجع اغمق، وما بقيتش كنضحك وغير ساهيه وكنبكي. وكانت وحده من الجيران ديالنا واللي هي في نفس الوقت العمه ديال الام ديالي كانت كتقول لي جداتك سبابك حيدات لك سعدك وعطاته لبنتها، ربي ما غيكملش عليها. حنا ما كان ادي وحد، لكن اللي كيجبدنا كتجي هاد الضربه. وبصراحه هاد الهضره ما كنتش كنفهم فيها والو حيت ما كنتش عارفه. في سنه 2015 وهذه هي السنه اللي كنت غادي ندير فيها العرس، لكن في بلاصه ما ندير انايا العرس فيها دارت عمتي وتزوجات. وهنايا كانت الصدمه ديال الجيران، انا اصلا بالي كان باقي مرفوع وما كنتش في هاد العالم، لكن الكل رد البال وكيفاش كان عرس الياقوت واللي تغير العرس عمتها من واحد السيد اللي فجاه ظهر. هنايا غادي نزيد بكم في الوقت شويه ونوصلكم ل 2016، السنه اللي تمنيت ولو ما كانتش في حياتي. عرفتي يا اخي حماده، وكنقسم بالله كنكتب لك شويه وكنرتاح شويه من قوه الاحداث. راسي ما بقاش قادر استوعب سنه 2016. واحد النهار وبالضبط شهر 4 يوم 6 كنت جالسه وصلني واحد طلب الصداقه من عند واحد الشريفه روحانيه سوسيه، وبما ان علاقتي كانت باقيه مع الراقي الروحاني فوريتها له ويقول لي هادي راها مجهده وخطيره عليا. واللي نسيت ما قلت لكش اخويا حماده ان الراقي كان عمل لي واحد الحجاب واللي كتبه هو بيدو وصوره لي، وقال لي باش نعمل بحاله ونبقى نهزه معايا وهو اللي غادي يكون كتحصين وقبول. وطبعا صيفطت له الفلوس في ويستر يونيون بالاسم ديال ولده الاكبر اللي هو كان قدي في السن، ولده اللي عنده الاسم المقارب للاسم الحقيقي ديال الشيطان. من بعد ما وريت له ديك المرة طبعا دخلت وهدرت معاه حتى هي، بديت كنسمع كلمة الجواد والملوك اللي ما كنتش كنفهم فيهم حتى شي حاجة، حتى هي عطاتني لي ديطاي ديال حياتي. وهنايا غادي تقول لي واحد السر اللي انا ما عارفاش، وهو ان الام ديالي شريفة والملوك اللي عندها مجاهدين وكيحاميو عليا، لكن الام ديالي المسكينة ما عارفة والو وعايشة حياتها طبيعية. الشريفة قالت لي بأنه كاين واحد الولد باغيني للحلال وكيتمناني اليوم قبل غدا وغادي يهضر معايا. في الوقت اللي كانت الشريفة كتهضر لي على هذاك الشيطان، وفي نفس هذيك الليلة أخوتي كنقسم لكم بالله ما عرفتش كيفاش، حتى حسيت براسي باغياه ومشاهياه جنسيا، ما فهمت والو. رجعت أنا اللي كان بغي نهضر معاه، واحد النهار قلت ليها نشوفك ويا ريتني ما قلتها، حيت شفته هنا يضربني الضو، حسيت بشي حاجة زايدة معايا كانت غير مرئية. وفاش طلعت بحالي للدار دخلت عند المرأة وقلتها ليها وهي ضحكات، قالت ليها طبعا راه حتى هو ما ليه بحالك وانتي وياها دي تفهموا بزاف، لكن دابا خصك تنوضي وتلبسي شي قفطان موف وتلقي العود وطفي الضو، وانا غادي نصيفط لك واحد الموسيقى ديريها. انا بلا شعور قلت ليها واخا، طبعا كنت غادي نموت بالخلعة، ولكن في سبيل الشيطان اللي حبيته من اول نظرة بقيت كنعمل داكشي يوميا. هو كان كيلمح لي بشي كلمات بحال مثلا كيقول لي انا البارح جيت لعندك لبيتك في الليل ولقيتك لابسة الموف وجيتي كتحمقي وكنت كنشم ليك الشعر وش ما حسيتيش بيا،
ودازوا الأيام وهو يقول لي واش هذيك المرأة السوسية باقية كتشكرني ليك. المهم أي حاجة كيعرفها وأنا يا الحالة ديالي كتصغير بزاف. رجع الوقت وكان خصني غير هو، لدرجة قلت لها أنا بغيت الناس معاه وكان اعتذر لأخوتي المستمعين، ولكن بالفعل هادشي اللي كان كيوقع لي وداكشي اللي كنت كنحس به وتزاد، وليت كنشوف خيالات والأحلام بالجن والهمس وأي حاجة كنقولها كتوقع. بداو كياخدوا مني الفلوس بطريقة غريبة. واحد النهار كنت كنهضر مع ديك الشريفة وهي تقول لي شوفي أنا راه هزيت لك الخط اليوم وشفت بأنه غادي يهضر معاك وغادي يطلب منك الفلوس حيت راه واقف عليه زيارة المولاي إبراهيم وانتي اللي غادي تعاونيه حيت اللي فيك هو اللي فيه. وداكشي اللي كان أخوتي بقيت غادي على هذا الطريق ولمدة سنتين، يعني حتى 2018 وأنا في الصراعات مع الجن، وكنمشي ندير الرقية وكنقولها لهم في الدار لكن ما بقى كيديها في أحد، لأن الشكوى ديالي في هاد العالم تزادت لدرجة الأب ديالي بدا كيقول لي شي نهار غادي تحماقي، مع العلم أنني رجعت أي كلمة كنقولها هي اللي كتكون، وليت مدمنة على الموسيقى الكناوي لكن ما كنتش كنفهم فيها والو. فبمجرد أنني إذا كنت معصبة وسمعتها كأنني كليت شي مهدئ. تعرفت على واحد السيد اللي هو روحاني، لكن هاد السيد كان من مصر، هضر معايا بكل احترام وكأنه كيهضر مع شخصية جد مهمة. أنا بقيت كنضحك وقلت لها كتهضر معايا بهذه الطريقة وكأنني قادرة نغير المستقبل، أراه اللي عالم بيا غير الله. هنايا قال لي لو تعرفي شنو اللي عندك واللي معاك من أصول الوليدة ديالك والله حتى تكوني أنت السلطانة عصرك. بقيت معاه على تواصل لغاية شهر 8، ودابا راكم كتقولوا في عقلكم كيفاش هادي كتذكر التواريخ. المخ ديالي كيعقل على جميع التواريخ والأرقام وأي حاجة في الحساب، لأن الصنف الجن اللي محايط بي من اللي كيكتبوا الأرقام والحسابات. يمكن هادشي أول مرة غادي تسمعوه حيث احنا موالفين بعيشة وحمو وميمون، وكاين حتى نوع الآخر اللي كيكون فقط عند أصحاب العهود والعزائم بحال الفقهاء دسوس، وهذاك بالضبط هو اللي كانوا طامعين أنهم ياخدوهم. لكن اللي وقع هو في شهر 8 ديال 2018 دخل عندي واحد المصري وقال لي خلاص أنا صبرت كتير عاد وعايز اعترف لك دلوقتي بحاجة، اني بحبك قوي وعاوز اقول لك اني الحيوان اليهودي اللي انت بتعشقيه ده وهو مصاحب مع المرأة اللي بتقول على نفسيها انه شريفة وسوسية. قال لي انهم كانوا كينصبوا عليا ودخلوني العالم ديال الجن. اخوتي ما تصوروش الصدمة اللي جاتني، كنت غادي نحماق. خرجت للزنقة وبديت كنبكي واكتشفت انه حتى هذاك الراقي الروحاني حتى هو كان كيمثل عليا بزاف ديال الادوار. هذيك الساعه المخ ديالي ما كانش كيخمم غير انني نبكي على وقتي وصحتي واللي حاصل فيا الفلوس اللي مشاولي. المهم كنت غادي نحماق، لكن انا في ذاك الوقت كنت داخله في شي جروب ديال الفيسبوك ديال هاد الناس وديال الحضره والليلات والجن، لكن غير كنت كنشوف من البعيد وكنقرا. كانوا عندي بعض المعارف غير كنا كنضحكوا صافي، لكن كانت وحدة اللي مرافقه الجن اليهودي لكنه كان خطير في الأخبار وكأنك جالس مع بشري. وفي هذيك العشية اللي وقع لي هذاك الشي اتصلت بي هذيك البنت وقالت لي واش وقعت لك شي حاجة خايبة؟ وأنا هنا انفجرت بالبكاء وعودت لها كل شي. وهنا قالت لي ولد الحرام كان كيخدمك بميمون نكاح باش تبقي ديما معاه وكيدير فيك اللي يبغى. ثم قالت لي أنا غادي نتفاهم معاه لكن ضروري خصني نجي لعندك الغد. ليه جات عندي في الليل نسيتي عليه، وجات بالحمري ديالها والغبره وشي بخور وشمع وبزاف ديال التخربيق على اساس انها غادي تفك لي السحر اللي معمول لي. وداكشي اللي كان، ولكن غير اللي وقع ما كانش في الحسبان. ديك البنت زادتني جن من قبيله بني الاحمر واللي هو حمو، وقالت لي انني ضروري ما ندير الليله وهي اللي غادي توقف على كل شيء، وانا يا معلي غير نكون جالسه وصافي. وبالفعل رجعت معها لسيدي علي بعد اسبوع، دارت لي الليله وشفت اللي ما عمرني شفته. لبساتني اللون الابيض ووصاتني بانني ما نلبسش اللون الكحل، وبدات الليله
ناضوا الناس كيجذبوا انا غير كنت كنشوف. وفاش بدا الطرح ديال الكحل ناضت عندي واحد المره اللي ما كنعرفهاش وبست لي يدي وحطات لي على كتافي شحال من اللون. وهنا تغيرت الجلسه ديالي وناضوا بزاف ديال الناس اللي جلسوا حدا رجلي وبينوا لي على الاحترام ديالهم، لكن انا ما كنتش قادر نتحرك وكانني جماد فقط غير كنت جالسه وكنشوف. سالت هذيك الليله بمشقه الانفس، وفي ذاك الصباح جت عندي المراه لكن الصوت ديالها كان صوت رجل. قالت لي البارح كانت تاش فوق راسك ودابا خاصك تمشي لان ماماك، وسمتها لي بالاسم ديالها، لان ماماك ما باغاكش. علاش جيتي هنا؟ سيري بحالك دغيا. هنايا جمعت حوايجي ورجعت لمدينتي، رجعت وجبت معايا بزاف ديال الجن. ومن هذاك الوقت وانا كنحاول نتعايش مع هاد الشيء، كنبغي نكون انسانه عاديه، لكن الهيبه اللي عندي واللي كلشي كيرد ليها البال ما كيخليونيش. جابوا لي في الدار بزاف ديال الرقاد اللي ما قدروش كيقراو، كنكون حتى انا كنقرا معاهم لكن بصوت رجل. كاين اللي كيقول لي بان هاد الشيء ربي خلقك به وخصك تعيشي معاه، لانه فاش كيبداو كيتكلموا كيقولوا لي بانني بنتهم قبل ما نكون بنت الانسيين، وبزاف ديال الاحداث تخطيتهم وانا يعاود غير هاد الشيء. واللي بغيت نوصيكم به ما تيقوش في لي كونتاكت ديال الفيسبوك، وما كاينش شي فقيه كيعالج او روحاني، فالمعالج هو الله سبحانه وتعالى. من بعد هذيك الليله المنحوسه ربطتني علاقه صداقه مع السيده اللي انت من بعد هذيك الليله المنحوسه ربطتني علاقه صداقه مع هذيك السيده اللي كانت جات وحطت عليا داك الشال الاسود، ومشيت وزرتها في المدينه ديالها انا وماما. تعرفت عليها وعلى اختها الكبيره واللي حتى هي كانت معها في الدار ديك الليله، وبقينا كنهضروا وعاودت لهم شنو اللي وقع لي هذه سنين. تاسفوا لي وقالت لي بانها تقدر تعاونني حيت عندهم البركه كيف ما كانت كتقول، ورثوها من الام ديالهم. وبالفعل عاونتني لان داك الشيطان كان داير لي واحد السحر اللي ما يخلينيش نخرج من الدار. واخا نجي ونلبس وكل شيء، لكن مجرد ما نجي ونوصل للباب لكن نجي ونرجع بحالي. المهم تفكيت غير من هذا السحر. ومن بعد بديت كنخرج، تعرفت على ناس، ولكن بديت كنكمي ونشيش. وهذا راجع لديك الايام اللي كنت كنتبخر ببعض البخورات واللي كانت قالتهم للروحانيه، اللي هما شي بخورات في شي اوقات كيدخلوا الجسم هاله ديالو مفتوحه للجن الفاسق. المهم هذوك الناس اللي تعرفت عليهم حتى هما بداو كيجروني للاضرحه على اساس الشفاء، مره احنا في للعيشه، ومره في سيد العربي بوجمعه، ومره في مولاي ابراهيم. والخسران ديال الفلوس والوقت والخروج للمعصيه، تبليت بالكارطه وليت غير كنسمع شي شوافة كنت كنمشي لعندها. والفقيه وديك السيده طبعا معايا كل مره كانت كتقول لي اجي راه خاصنا نمشيو لشي بلاصه. طبعا كنا كنسافروا لعندها لانني انا وياها ماشي من نفس المدينه، ولا حتى هي كدير الليلات، لكن كان ضروري من الوجود ديالي معها لانها كانت كتفائل بيا وبالملوك اللي عندي على قولها. الى غايه هاد السنه في شهر 4 توفى الابن ديالها، وطريقة موته كانت غريبة وما نقدرش نقولها. تفاجأت بالخبر ومشيت أنا وماما وقمت بالجنازة على أتم وجه، لأن الأخت ديالها الكبرى ما عايشاش هنا، وبأن كورونا والحدود كانت باقا مسدودة. فهذيك الجنازة قلت ليها خصك هذوك الطبوقة والغطاوة بالألوان تديهم لشي ضريح وخليهم تماك، لأن هاد الشي ماشي ديالك. ها هما خداو لك ولدك، ها هما كانوا السبب في موته. لكن هي قلبات الموضوع، حقا بقى فيها الحال، وبقى فيها الحال على ولدها، لكن حتى الجن بقى فيها اكثر وما سخاتش بهم. انا فاش شفت هكذا رجعنا بحالنا انا والام ديالي من مور الجنازه، ومن بعد غيرت الرقم ديالي، لانني اذا بقيت متبع هذاك الشيء ما غنكونش على خير. انا بغيت نعيش حياتي عاديه بحالي بحال جميع البنات ديال هاد الدنيا. حقا باقا كنحلم بهم وكنسمع الهضره في راسي، واي واحد كنشوفه كنعرف المس اللي عنده، ونقدر حتى نتكلم مع داك الجن اخوتي. لكن انا بغيت نكون انسانه عاديه كيفي كيف اي بنت، نعيش حياتي ونتزوج وندير وليدات ونتمشى في طريق المستقيم، وربي يهديني
ويهدي جميع المسلمين. كنتمنى انكم تدعيوا معايا واللي ننبهكم منه ما تثقوش في الناس. انا غادي نقرا كاع التعليق ديالكم وكنتمنى انها تكون ايجابيه بالنسبه ليا، لانني فعلا غادي نقتدى بها. غادي نخلي لكم تعليق ديالي وغادي تثبتوا الاخ حمادة، واذا بغيتوا تقولوا لي شي حاجه فيه دخلوا اكتبوا لي تماك. وهذه هي قصتي. الاسم المستعار لياقوت. النهاية. السلام عليكم من جديد متابعينا الكرام، أحبابنا الكرام، شكرا لكم على الاستماع ديالكم لحدود هذه الدقائق. كيف ما قلت لكم البنت أن هذه الحياة اللي عشتها ما بين الكذوب والاستغلال والبعد عن الطريق الله، فكنت منو لها الهداية فربي يشافيها ويهديها، والحمد لله على كل حال. وكنت منى أنكم تأخذوا من هذه القصة عبرة، كيف ما قلت لكم الأخت ما تثقوش في أي واحد، وما تثقوش في هاد الكونتاكت ديال الفيسبوكات والفيسبوكات الوهمية واللي كيدعيوا أنهم ناس يقدروا يعالجوك وعندهم الحل. فالعلاج عند الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يقدر يعالج نفسه بنفسه، فالله يهدي الجميع. فكانت هذه هي النهاية ديال هاد القصة. فإذا كانت عندكم شي قصة وبغيتو تبارطاجيوها معايا، الرقم ديال الواتساب، الانستغرام، الجروب ديال الفيسبوك أو الصفحة ديال الفيسبوك، كلهم تحت الأمر ديالكم، غادي تلقاوهم في الوصف. دخلوا عندي تماك وبعثوا لي القصص ديالكم. كنشكركم بزاف على الثقة ديالكم فيا، وهذا الشيء اللي كان في هاد سهرة الليلة. نتلقاو في قصة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من هذه القناة، قناة راوي ستوريز. تصبحون على ألف خير. سلام.